السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي طلاب الصف الخامس الابتدائي. درسنا لليوم بعنوان أم عمارة نسيبة الأنصارية. تعالوا معي لنقرأ الدرس معا. هند تلميذة نشيطة، قرأت عن البطلة نسيبة بنت كعب الأنصارية في مكتبة المدرسة، وأحبتها كثيرا، وأرادت أن تحدث زميلاتها عن هذه المرأة الباسلة التي خلدها التاريخ، فكتبت عنها في موضوع الإنشاء، ووقفت أمام زميلاتها وقرأت: زميلاتي العزيزات، أتحدث إليكن عن إحدى جداتنا الكريمات، فأم عمارة نسيبة بنت كعب من قبيلة الخزرج، وهي من الأنصار، من أهل المدينة المنورة الذين نصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إليهم من مكة المكرمة. شهدت نسيبة معركة بدر الكبرى، وكانت تحمل الماء للمقاتلين وتضمد الجرحى، وشاركت في معركة أحد مع زوجها زيد بن عاصم وابنيها حبيب وعبد الله. وعندما اشتدت الحرب تكاثر المشركون وأحاطوا بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يريدون قتله. ألقت نسيبة بالماء والضمادات وجردت سيفها وثبتت مع نفر من المحاربين تدافع عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى جرحت وأغمي عليها. وحين اشتعلت حروب الردة، قتل مسيلمة الكذاب ابنها حبيبا، فأقسمت نسيبة أن تقاتل هذا المشرك، فخرجت مع الجيش العربي الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد تقاتل مسيلمة الكذاب مع ابنها عبد الله الذي هجم على مسيلمة وقضى عليه. وأصيبت أم عمارة بجروح عديدة وقطعت يدها، ثم عادت إلى دارها بولد واحد وذراع واحدة، ولكن ذكرها بقي خالدا في سجل الأبطال الخالدين لتصبح قدوة لنا في الدفاع عن أرضنا وكرامتنا. أحبتي، نقوم الآن باستخلاص مجموعة من الأفكار الرئيسة من هذا الدرس، وهي أن أم عمارة نسيبة الأنصارية هي من أهل المدينة المنورة الذين نصروا النبي محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد شهدت عدة معارك مع الرسول الكريم حيث دافعت عن النبي وافتدته بيدها وولدها أيضا. بقي أن نقول بقي ذكراها خالدا في سجل الأبطال لتصبح قدوة لنا في الدفاع عن أرضنا وعن كرامتنا. لشرح مجموعة من المفردات: الباسلة أي الشجاعة القوية البطلة، خلدها التاريخ أي ظلت معروفة
على مر الزمن، بقي ذكرها. جردت سيفها، انتزعت سيفها. نفر مجموعة، أغمي عليها، غابت عن الوعي. حروب الردة، الحروب التي قامت على الذين امتنعوا عن دفع الزكاة وتمردوا على الإسلام. مسيلمة الكذاب، هو رجل ادعى النبوة وقاد المرتدين عن الإسلام. أقسمت، حلفت. المشرك، الكافر بالله الذي جعل مع الله إلها آخر. قدوة، أي الذي يتبعه الآخرون في أفعاله وأقواله لصلاحها. لدينا الآن مجموعة من أسئلة الحوار، نقوم بالإجابة عليها معا. سؤال أول أحبتي يقول: من هم الأنصار؟ هيا أحبتي، من هم الأنصار؟ نعم أحسنتم، الأنصار هم أهل المدينة المنورة الذين نصروا النبي محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما هاجر إليهم من مكة المكرمة. سؤال الثاني يقول: من قتل حبيبا؟ ابن نسيبة. من قتل حبيبا؟ نعم أحسنتم، رجل اسمه مسيلمة الكذاب. السؤال الثالث يقول: من قضى على مسيلمة الكذاب؟ هيا أحبتي أجيبوني. نعم أحسنتم، قضى عليه ابن نسيبة عبد الله. نعم أحبتي. السؤال الرابع يقول: ماذا كانت تفعل أم عمارة في كل معركة؟ من يقول لي؟ نعم أحبتي أحسنتم، كانت تحمل الماء للمقاتلين وتضمد الجرحى. نعم أحبتي، إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. دمتم بصحة وعافية.